بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق. إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل، خير البرية أتقاها وأعدلها وأول الناس حقا صدق الرسول. دور الخلفاء الراشدين دور عظيم في التضحية والعمل، وكأنهم رفعوا لنا شعار الله أعظم من كل شيء والجنة غاية كل حي، لأنها اشتملت على الحياة، كانت مجسدة لروعة الإسلام الذي جاء في سماحته وخيريته ووسطيته. فحسبي كابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البهز القناعيسي. فأتحدث أمام مشايخي وأساتذتي. الحديث عن أبي بكر حديث عن القيم. لم يكن أبو بكر رجل قلب وإيمان وتصديق فقط، وإنما كان رجل عقل، استعمل ثلاث آليات عقلية صارمة. الأولى أو قد قالها التثبت، لأن كان قالها القياس، إني لا أصدقه فيما هو أشد من ذلك، قياس الأولى. كان حذيفة رضي الله عنه يبكي ويقول له لا والله لا أبرئ أحدا بعد، يعني ما يريد رضي الله عنه يفتح هذا الباب لأن يسأله هذا ويسأله ذا. ثم يكون عن حالي لتسألن يوم تكون الأعطيات هن وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما جنة. قال فبكى سيدنا عمر بكاء مرا ونزع رداءه فأعطاه لمن سلمه له، وقال هذا لذلك اليوم لا لشعره. لا شك أننا نريد أن نستحضر أيامهم ونستحضر التأسي الروحي بهم. ينبغي لهذا التأسي أن يتجاوز المظهر لنحقق تأسي الروح، تأسي الخوف، تأسي العبادة، لنحقق التأسي في معاملاتنا، في بيوعنا مع أزواجنا، في نوافلنا، في صلاتنا. إن الله قد تكفل بحفظ القرآن، فيا مسلمون تدافعوا في طريق هذا القدر لتكونوا أدواته.